نور استاذ احمد وعلى الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. ممكن تقولي لنا حقيقه ما حدث من امبارح؟ ايه الحقيقه؟ الصيادين دول موجودين ازاي في قبرص؟ حضرتك سفيره مصر في قبرص، تابعت الامر ازاي؟ كيف تم عمليه اعتقالهم واحتجازهم حتى الان؟ امبارح بالليل الساعه 10:30 مساء تلقيت مكالمه من وزاره الخارجيه القبرصيه بيبلغوني فيها ان في حوالي الساعه 6 الظهر تم ابلاغهم ان السفن الحربيه، سفينه حربيه تركيه احتجزت مركب قبرصي وعليها 5 صيادين. في الاول كانوا فاكرين ان الصيادين 4 صيادين مصريين وواحد قبرصي، طلع في الاخر ان المركب بس قبرصي، بيملكه شخص قبرصي وعلى المركب كلهم مصريين، وان هم محتجزين في قبال يعني قبل عند السواحل، ساحل قبرص الشماليه المحتله من قبل تركيا، الجزء الشمالي من قبرص. بالظبط. وان دي المعلومات اللي عندهم. اتكلمنا مع بعض على طول، والاتصالات بتتم عن طريق بعثه الامم المتحده للسلام في قبرص اسمها انفيسل. فضلنا على الاتصال، وبعدين دي كانت المعلومات اللي عندهم لغايه وقت متاخر امبارح. الساعه 7 الصبح تلقيت مكالمه ثانيه منهم، قالوا لي ان المركب التركي سلم سلم الصيادين المصريين لسلطه الكيان اللي في الشمال في قبرص. عرفنا بعد كده ان هم هيدخلوا المحكمه يسمعوا، يعني يتعمل لهم زي جلسه استماع اوليه. كل الوقت ده النهارده طول اليوم في اتصالات متواصله، بنشوف بنحاول نعرف معلومات عن طريق بس الامم المتحده، ونشوف بنتابع احوالهم، احوال الفريقين عامله ايه، و الحكومه القبرصيه طبعا بالنيابه عننا طلبت من بس الامم المتحده انها تسهل خروج الفريقين. هل طيب خلينا نتكلم على الصيادين، الصيادين موجودين في قبرص يعني هل جايين بشكل شرعي ولا غير شرعي؟ بيشتغلوا ازاي في قبرص اولا، ثم ازاي راحوا ناحيه الجزء الشمالي من قبرص المحتله تحت الاحتلال التركي؟ المعلومات اللي عندنا ان هم جايين بشكل شرعي، اغلب المصريين اللي موجودين في قبرص موجودين بشكل شرعي الحقيقه. قبرص العماله المصريه هنا في قبرص ليها سمعه كويسه، اغلبهم بيشتغل في المزارع، واحنا طبعا زي ما حضرتك عارف فلاحين شاطرين، فهم بيحبونا ده مش مشاكل وشغلنا كويس. الحاجه الثانيه برضو اللي احنا شاطرين فيها بيبقى على مراكب الصيد ووقت والمراكب السياحيه، فبيتعمل لهم عقود 4 شهور 5 شهور 6 شهور وقت الموسم السياحي، وبعدين بيرجع، كل دي عقود شرعيه. فلغايه دلوقتي برضو معلوماتنا ان الصيادين جايين بطريقه شرعيه. ايوه. المركب بقى راحت هناك ازاي دي برضو مش واضحه، بس عارف حضرتك الجزيره صغيره جدا. ففي حتت فيها بسهوله جدا ممكن تروح تلاقي نفسك الناحيه الثانيه. لاقي نفسي يعني حضرتك كنت موجود شرفتنا في قبرص هنا، مشيت في نيقوسيه الشارع الشهير لدرا، حضرتك بتبقى الشارع عادي خالص وفجاه تلاقي نقطه الحدود الناحيه الثانيه، العالم التركي الناحيه الثانيه فجاه. فده الارجح اللي حصل. يعني هم دخلوا يعني مش متعمدين ربما تواجدهم، فالجانب التركي اعتبر ان هم موجودين في المياه الاقليميه المزعومه حسب ما بنقول كده للجانب الاخر اللي هم مسيطرين عليه. بالظبط كده. يعني ده حضرتك ده احنا بنفترض ده، لان احنا ما عندناش لسه ما فيش معلومات مع المصريين. طب لكن احنا بنتابع على طول اول باول
الموضوع، لان يعني طبعا احنا ما بنحبش اي حد يتم احتجازه، خاصة ان يعني هو ما عملوش يعني فيش جريمة واضحة لغاية دلوقتي اتقالت. طيب معلش يا استاذ سفيرة، احنا اتصلنا مع بعثة الامم المتحدة ولا مع الخارجية القبرصية؟ مين اللي بيتواصل مع الامم المتحدة او البعثة؟ لان احنا مش معترفين بالجزء الشمالي او قبرص الشمالية او قبرص تركيا، ما فيش حد معترف بها الا تركيا لوحدها، وبالتالي ليس لدينا بعثة دبلوماسية هناك. بالظبط حضرتك، يعني انا ما اقدرش اروح الناحية التانية اشوف، فالتواصل بيكون عن طريق وزارة الخارجية القبرصية، لكن في نفس الوقت احنا يعني بنتواصل مع بعثة الأمم المتحدة بتدينا المعلومات فيه، لكن الحقيقة الخارجية القبرصية مش مقصرة معانا، يعني مش محتاجة إن أنا كل شوية أروح أكلم بعثة الأمم المتحدة، كله بيتم عن طريق وزارة الخارجية القبرصية. طب هل قالوا رواية الجانب التركي، وهل متوقع تركيا تفكر عنهم، ولا زي ما اتقال هيتعرضوا على المحكمة وربما يتم حبسهم أيضا النهاردة أو بكرة أو كده؟ وفقا للرواية الناحية التانية إن هم خرجوا بره المياه الإقليمية لقبرص اليونانية. إن هم ولهذا السبب إن هم تم يعني احتجاز المركب، هو المركب تم احتجازه، هو عليه علم يوناني، تم احتجاز المركب وبالصدفة لقوا عليه مصريين. يعني هم ما كانوش متعمدين ان دول، ما يعرفوش ان دول مصريين او غير مصريين. برضه لغايه دلوقتي معلوماتنا ان لا، هو لقى مركب ماشيه الناحيه الثانيه عليها علم يوناني راح محتجزها. طيب بعد كده اكتشف ان عليها مصريين. طيب انا بقول لحضرتك في الاول خالص اتقال ان هم اربعه مصريين وواحد قبرصي، بعد اكتشف ان هم كلهم مصريين. مصريين، يعني دلوقتي بنتكلم على الخمسه كلهم مصريين ما فهمش قبرصه. تمام. طيب دلوقتي الـ بالنسبة لنا في التعامل، إذا حصل أي تداعيات وإجراءات وحبس الجانب القبرصي، إيه الإجراءات اللي بياخدها أو بيتعامل مع هذا الملف إزاي؟ ما أنا بقول لحضرتك كله عن طريق بس الأمم المتحدة لحفظ السلام هنا، دي مش المرة الأولى على فكرة اللي يتعمل الحكاية دي. يعني في مش بس مع يعني مش بس الجنسية مصري، في اللي فهمته برضو منهم إن دي مش الواقعة الأولانية، وإن عادة يعني بيتعمل إجراءات وبعد كده بعد فترة بيتم إطلاق السراح، بس الفترة دي